تاكلوه بالهنا يا هنا. الله يهنيكي، عزبناكي معنا أم محمود. بالعكس تسليت، كانت طقت روحي لحالي وأنا بالشقة بأم عراسي. أماني أماني هنا، إذا احتجتي مساعدة أو معونة دقي علي، بجيكي ولو على الأربعة وين ما كنتكم. يخليكي يخليكي. عادي رح ساب فنجان قهوة بقى. لوين أم محمود؟ أنا باخذهم على المطبخ وبعمل لك القهوة بعيوني. لا لا تحسبي حالك، أنا بساويها للقهوة إلا إذا اعتبرتيني غريبة. لا شو غريبة أم محمود؟ صار لك ساكنة بالبناية شهر، جارتنا. الباب على الباب، شو غريبة؟ معناتها رح ساوي أنا القهوة. هو على راحتك، بس أنت لهلا ما بتعرفي وين البن وين السكر. هاتي عمي. بستدل حبيبتي بستدل، دور بلاقي لك الحرامي شلون بيسرق. لك تضرب هديك الساعة اللي طلبت منك تساعديني فيها، تضرب. فواكه حبيبتي محمود، انت دخيل عينك، شو رايك انا اللي اعمل لك فنجان القهوه وادي لك اياها لعندك؟ لا هنا روحي انت ارتاحي، اليوم تعبت كثير بحفر الكوسه وحشيه، روحي روحي ارتاحي. ماني تعبانه، شوفي بقى احلاني لساتني مثل ما انا، بعدين ما في شيء اذا انا ساويت لك القهوه محمود. يا هنا خديها قاعده وتذكري اني ام محمود قالت لك هالكلام في يوم من الايام، اذا بدك ضيفك يعتبر حاله كانه ببيته خليه يغلي قهوته بايده. بدك ياني يعني حس اني مو ببيتي؟ لا شلون؟ خدي راحتك ام محمود، البيت بيتك. لكن حبيبتي تركيني اغلي القهوه على مرائي وروحي انت لبرا امسحي الطاوله يلا. حاضر. فلاور شو قال؟ قال يعني مشان النمل. قال بن يا طوقي يا ام محمود يا طوقي. شي 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 ليك ليك ليك، يبعث الكسر لايدي، ما بعرف شلون زبلط من ايدي وقع انكسر. هلا بلمونه. لا بسيطه ام محمود، انكسر الشر، هلا نبلمه. لكن نروح على البيت لعندي جيب شويه بن مشان نساوي قهوه. يعني مصره تشربي قهوه؟ مشانك مشان تروقي. يكبر شانك، ان شاء الله عندي قطرميس ثاني. وينه؟ شو بدك فيه؟ مشان نساوي لك قهوه يا ام محمود. خديها قاعده مشان تتذكري انه في يوم من الايام هنا قالت لي انه الضيف اذا بده يعتبر حاله واحد من اهل البيت لازم يقعد بالصالون ويحط شريط فيديو ويقعد يتفرج عليه. روحي حطي شريط الفيديو وتفرجي عليه لبين ما اغلي لك القهوه. من قلبي من الفيديو، يقبرني ابني محمود بعت لي فيديو من خور فكه طول النهار بقعد بفقس فيه. لك كان روحي تسمعي لك على شي شريط كاسيت اغاني. يعني عندك اغاني لفهد بلان؟ تفضلي ام محمود. اي والله من يد ما نعدمها. صحتين. يي صحي ما حكيت لك امبارح شو صار بيني وبين جوزك؟ جوزي انا؟ ايه جوزك انتي الاستاذ جميل، جميل الحمصي مو الحمصي. ايه الحمصي، شو صار؟ امبارح خلصت جرة الغاز من عندي، قمت بدلتها بوحدة مليانة، ما عرفت ركبها صارت تعمل فس، خفت ليصير عندي حريقة، اجيت دقيت عليكم الباب ما كان في حدا غير جوزك. وبعدين؟ قال ما بيجي لحاله، كان بده يستناكي مشان يجي هو وياكي. وبعدين راح معك ولا لا؟ شديته من ايده غصب عنه واخدته. برافو عليكي، بتعرفي لو ما عملتي هيك ما كان راح معك؟ مو لانه مو حابب يساعدك، بس لانه بيستحي. هو بيستحي وبس؟ قديش شايفه رجال بحياتي؟ ما شفت رجال مثله بيخجل من النسوه. ليش شو سوى كمان؟ ما خلاني وقف جنبه وهو عم يغيرها للجلده. غلبت فيه انه يشرب له فنجان قهوه بعد ما غيرها للجلده. لا تغلبي، هرب هريبه من عندي. لكن نيالك جارتنا على الرجال. يقولي الله يساعدك. ليش؟ خجل الزايد يا ام محمود عم يخجلني قدام رفقاتي. اشتهيته شي مره يحاكي رفقاتي كلمتين حلوين يجاملهم يسايرهم. ابدا ما في خواص، رح يجنني.
سلامتك من جنا. شو وين محمود رايحة؟ تركيني عندي شغل بدي روح. تركيني ما بدي تتغدي معنا؟ إيه لا بدي روح لعند جارتي أم محمد، ضروري ضروري بكون هلا عندها أخبار جديدة. وبالنسبة للغدا ما بتفرق معي أنا تغديتوا معكم ولا لحالي، أنت بس يستوي الكوسة ابعتي لي كم كوسة. هي يكرم عينك. مع السلامة أم محمود بعيديها. مرة تانية برجع بوصيك وبقول لك أمانة، والأمانة صعبة هنا. متى ما اعتزتيني دقي علي الباب، بيجيكي لو على الأربعة، وين ما كنت تكون أم محمود شباكي لباكي بين إيديكي بخدمك بعيوني أنا. دخيل عيونك يا أم محمود. شاطرك. الله معك. أنا يعني إذا ما بيصير سألي اسكبيلي مع المحشي شوية مرقة، بحب المرقة مع المحشي أنا. إيه غالي وطلب رخيص أم محمود. عم تقل عليكي ما هي؟ لا ولو عادي دخيلك أنا. يعلم الله يعلم الله إني حبيتك أنت وجوزك سوا، يا سلام أظرفتكم تنقطوا أرض. هذا من لطفك أم محمود. ابقي سلميلي على الأستاذ جميل. يوصل. هنا هنا الو. أهلين مها، كيفك؟ كيف الشغل؟ حدا سأل عني؟ ما في شي، قاعدة عم تطبخ كوسة محشي. انتي شو بدك تطبخي اليوم؟ ليش وينه جوزك؟ امتى رح يجي؟ لا طيب ما زالك لحالك، تعي تغدي عندي. اهلا وسهلا. فركي اليوم بركي ملحق نحكي كلمتين قبل الغدا. ماشي طيب ماشي، غيري ثيابك وعم بستناكي. ماشي الله معي، بالسلامه، لا تاخري، باي. طالما تأمن غدا خلاص لقيمة الطنجرة وحطها بالبراد بلا ما تخم. عتلك قتلك ويضيع الغرين جيتك إلهي. بعتلك قتلك أنت الثاني. حامضة إذا كان حلوة. إيش صار فيها؟ معقولة لهلأ ما استوى المحشي؟ أنا جعت، ما عاد فيني انتظر، لازم نروح لعنده وشوف شو القصة لتقوم نسيت. خليني انتظر شوي تانية، بجوز بدها تغدي جوزها والولاد بالأول بعدين بتبعت لي. أكيد رح تبعت لي أكتر من اللي بدي أكله إذا رحت لعنده. بس ما ياكلوا الطبخة كلها وما يخلوا لي شي. بيعملوها. ولا شيء. أنا من هي اللي عندنا؟ هي رفيقتي مها. مها؟ إيه. على علمي هي أبحبح من هيك. لا حبيبي هديك سافرت تعمل ريجيم. بدي اسألك دورتي لي على المحبس شي؟ روح دور على كيفك. دورت ما خليت ولا قرني ما لقيته. ايه بجوز ضيعته برات البيت. الله يرضى عليك دوري لي عليه. هلا كثير مهموم عليه ضاع عمره. ولك عشان تتقاتلوا. بابا نحن ما عم نتقاتل، نحن عم نتناقش. اذا عم تتقاتلوا قصدي عم تتناقش مشان المحبس، فالمحبس معي. وينه؟ ليكو. وين لقيته؟ هنيك على الطاولة، امبارح نسيته وقت اللي كنت عم تدهن ايديك بالمرهم، مخبيت لك اياه مشان ما يضيع. طيب ليش ما اعطيتني اياه؟ مشان اشغل لك بالك عليه شوي، مشان تحرم تنساه مرة ثانية، حدا بينسى محبسه؟
بس لا ارجلي بس. يلا روح غسل ايديك انت واخوك واسبقوني على الطاوله بسرعه. هنا اسمحي لي هنيكي، الف مبروك لنا المحبس التقى. مبروك، خذ هدول معك، اطلع لبرا فيهم. لا انت خديهم وانا صبي لي باكل هون. شبك جميل، خذهم عيب المخلوقه برا. لك مساك. تفضلي مها، تفضلي. يلا قبل ما يبرد الاكل. يلا حبيبتي يلا. اهلا وسهلا فيك. اهلين، سلموا ايديكي، عذبناكي اليوم. تفضلي هون، صدوره للبدوره. جميل، بدي اياك تاخذ صحن كوسه محشي لجارتنا ام محمود. وشو ده؟ حلوه. شو دخل ام محمود بالمحشي؟ ما هي ساعدتني بحفره، قصدي بطبخه، ما حلو ما تذوقه. انا ما بروح، ما بروح انا، روحي انت. لا بروح انا وياكي سوا، يعني اجري على اجري. يعني معقول اروح انا وياك لعندها مشان صحن كوسه محشي؟ يعني انت بتحملي الكوسه وانا المراه، او انا المراه انت نحن اثنين، ما اللي بدك اياه، بس اجري على اجري. فطنتني على المراه، هي وصتني عليها الطصيره، حط لك صحنين بصينيه واحده وتاخذ لي اياهم. ماشي. لك تسلم لي عينك. يلا حبيبي جميل، قوم مديون لام محمود مشان تيجي تتغدى. ما بصير روح لعندها يا هنا، هي مرة وحدانية ومو حلوة، انا رجال قد الحيط فايت لعندها. لا تفوت لعندها، انا ولا اياهم على الباب. مالي رايي، بدي اكل، بعدين بدي نام. ماشي على راحتك، انا ما بطول معها دقيقة. لوين بدك تروحي؟ لوين يعني؟ بدي وديهم لام محمود. وانا؟ شو انت؟ بدك تتركيني لحالي؟ ليه لحالك؟ ليك ما هتسلى معك، ما بطول دقيقة واحدة. ما بتروحي؟ هلا إذا أنت ما رحت وأنا ما رحت، مين بدي يروح يعني؟ لا تختلفوا، أنا باخذهم. لا شو تاخذيهم أنت؟ ما حلوة. خلي سليم ياخذهم. هلا أنا ماني فاضي لكم، اتركوني بهمي. خلاص أمي خلاص، أنا باخذهم. لا حبيبي، هلا بتكب المرأة. لا ما بكبها. ليك إطارية بتتأنى عليهم شوي شوي، ها إيه، مشان ما تكبون أمي. لا تخافي أمي، أنت بس افتحي الباب. يلا تعال. شوي شوي طارية. الله يرضى عليك. تفضلي معها، تفضلي تفضلي، أهلا وسهلا، تفضلي. لك شو هاد، ما قلت لك تقنى؟ امي وقعوا من ايدي غصب عني. اسبني على البيت. لك واخذينا جارتنا هلا بيجي يمسحلك اياهم. انا لو عندي ليكي مساحه قديمه كنت مسحتهم، بس مساحتي جديده ما خرج لويتها بمرقه كوسه المحشي. ولا يهمك جارتنا، هلا انا بيجي بمسحهم بمساحتي. عجبك يلي صار؟ هي ابنك طارق كب الصينيه على الارض، بس مشان حضرتك ما توديها. انا الشغله بدي افهمها، انت مشو عم تخجل منها؟ المراه قدمك. خلص هلا اللي صار صار، خلينا نقعد ناكل، رح نموت من الجوع نحن. ما بدي امسح الارض محل ما كب المرأة، تعال هون افتح الدكش. غسلت ايدي. فوت لي في رجليك كمان. افتح الدكش؟ حلوة. لوين رايحة؟ رايحة امسح الارض. خذيني معي. لا اقعد ان شاء الله. الحمد لله. شلونك طانت؟ منيحة أنا، أنت شلون دروسك؟ لا بتشدي إيدك، أنت ولادك بأي صف؟ أنا ما عندي ولاد. يعني ما بتجيبي ولاد؟ إيه لا، بس عطني عروسة جديدة. فهمت. شو فهمت ولا؟ ولا شيء. لك هالي عم تقول فهمت. مشان سلي طانت مها بين ما ترجع الماما، شو بدك يعني أقعد مثل الحوبة؟ برافو عليك. شو كسرتي المساحة؟ يا حينا الله يعطيك العافية، ليش عذبتي حالك؟ كنت أنا مسحتهم عني. جارتنا شو رأيك بدل ما تعذبيني اسكب لك صحن جديد تيجي تتغدي معنا؟ الأكل لساته سخن على الطاولة. هيك قلتك؟ على راحتك. ما راح أخجلك، تعالي تعالي. تفضلي تفضلي محمود، أهلا وسهلا، تفضلي. أنا بس ما يكون في إزعاج. ها؟ لا إزعاج ولا شيء، صرتي من أهل البيت أم محمود، أهلا وسهلا. تسلمي لي، شو مزوقة. فوتي فوتي محمود، ليش واقفة؟ عادي على راس الطاولة جنبه لجميل. كلك ذوق.
كيفك استاذ جميل؟ الحمد لله الحمد لله. مرحبا قلبي. اهلين خالي اهلين. إيه انت ساكنه هون بالبنايه؟ انا مها زميله هنا بالشغل. يتشرفنا بمعرفتك. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بلشوا يا جماعه يلا. بتحبوا اسكب لكم ولا تسكبوا لحالكم؟ لا كل واحد بيسكب لحاله. نحن مو غربه صرنا من اصحابين البيت. ما افتحي لي اياها. امي عض عض اطيب. ما بحب الجلدي. كنت طبخت لك رز ولحمه ماك تتعذرت بالحفر والحشي. انا هيك بحبه. حبيبي انا بفتح لك اياها يلا. تسلم ايديكي هالحلوه. جميل ليش ما عم تاكل؟ مو على اساس مشتهي الكوسه محشي؟ كول. وين البصل؟ انا ما بحب اكل محشي بلا بصل. مرق اليوم بلا بصل. صرت 100 مره قايل لك انا ما بقدر اكل محشي بلا بصل. امري لا الله رح اجيب لك اياه. وين رايحه؟ انا بجيبه. ريحني. طيبه. صحتين وهنا. يا سلام. ليش قعدت هون جميل؟ ما ترجع تقعد محلها؟ يلا هون هنيك نفس الشيء. تفضل ابي هي صحنه. لوين رايح؟ رايح جيب المملحة. لعلك هالكلمه حزري ليش ابي قاعد قدامي؟ ليه؟ لانه بيخجل من الطنط معها. بس ما تطلع مثله. لا امي انا بعجبه. اي ما ليش ما عم تاكلي؟ ها ما اكل شو بدي استحي؟ جميل حط لها لمها شي كوسايتين. خليها تاكل على كيفها، من اهل البيت كل واحد بيصب لحاله. لا تقعدوا تتعادلوا انتوا الاثنين، خلص انا بصب لها. بصب لك يا حلوه؟ لا حبيبي انا بصب لك وبصب لحالي. يلا سلم هالايدين. برافو عليك، هيك بدي اياك. ما قلت لك بعجبه؟ ما قلت لي استاذ جميل، شلون لقيت حفري ان شاء الله على الجباب؟ حفريك؟ لا، ليش الكذب؟ مو لحالي حفرت، مرتك كمان حفريت. هو محشايات امبارح خمو، انقطعت الكهرباء متحشت لك غيرهم. الحرموا علي يا مؤسسة الكهرباء. يبعث لك مالج. يبعث لك حمى جاهز. شو أكلها طيب هالدرسانة؟ عجبك هيك؟ يبلي الداء حظي. لو ما ابنها بس اندلقوا الكوسايات معه على الأرض كانوا كفوني غدا بكرة وبعد بكرة واللي بعده. حلو. أشعل الصوبيان بلاها. بوفر لي شوية مازوت. بنتك تحت الحاف بدفع. حلو. انه عجبك ابو صالح السمان شو عمل فيني؟ شو عمل؟ ما رضي يبيعني ربعه قية بن. ليش بقى؟ قال سمع انه بدها تغلى بطل يبيع. اكيد تشتري من عند ابو حسن. اليوم ابو تحسين جاب له قية بن من عنده وبالسعر القديم. مو طيبه قهوته، بيقولوا بيخلط اقدامي. بالعكس ما في اطيب من قهوته. عم تحكي جد؟ طبعا جد. ليش ما بتذوقيني اياها ام تحسين؟ اذا طلع كلامك مزبوط بنزل على السوق خصوصي وبشتري لي نص ربعه قية. هلا ما راح لا اطلع ولا انزل، بكره تعي لعندي وبدوقك اياها. لك ليش لنأجلها لبكره؟ ليش؟ بيقول المثل لا تؤجل عمل اليومي الى الغد. قومي قومي، منه بنشرب فنجان قهوه على رواق ومنه بنكمل حديثنا على جميل وهناء. قومي تحية جيره. ايه حركوا له الجرس. امي امي ام جدو اريا دوقه والغزانه. يب لك ايه عم تضحكي معلش. واذا وقعت الغزانه جيتي والله جابك بتطلعي لفوق بتجيبي لي تلقيمه بن وبتجي قوام حبابه. يلا رح اعمل لك فنجان قهوه من تحدياتي. عجب العفه ما اغلظه تقعد وبتدبق مثل لزقه التمرتينه. ما رح تروح لتشرب القهوه.
ضروري إذا ضيفتني شوية بنت ترجع تشربه. وقفي لفرجيكي بنات أبو حسن. أهلين بأم تحسين، والله أحلى فنجان قهوة. تفضلي حبيبتي اشربي، تفضلي. يسلموا هديات، ما كان في داعي تعذبي حالك، بتعرفيني ما يصحب كثير مع القهوة. وأنا ما بشرب قهوة، بيرتفع لأنه الضغط. اشربي حبيبتي، اشربي قهوة، أحسن ما تطلعي وتقولي عني بخيلة، اشربي. معقولة؟ الله يسامحك يا أم محمود، معقولة أنا أقول عنك بخيلة؟ أم تحسين عم بمزح معك، شبك؟ اشربي حبيبتي، اشربي. قولي شو هالقهوة؟ شبها؟ ما طيبة؟ قلتلك لا تشتري من عند أبو حسن، بغشة بقضامة، ما صدقتيني، غشاش.